مساء الخير. أكثر نساء الأبراج حبا حبا للسيطرة، السيطرة على الحبيب، السيطرة على الأولاد، على الأهل، على البيت، حتى لو هي وسط مجموعة أو جروب تحب إن تكون هي المسيطرة. هي مش بتحب بس إن هي تكون مسيطرة، هي بتبحث عن كده، ولو ما لقتش كده يبقى دي مشكلة كبيرة قوي هتواجهك مع الأنثى دي. كل نساء الأبراج من ال 12 للمركز الأول، وكالعادة كل أنثى تكتب لنا في التعليقات قبل ما نبتدي تتوقع برجها وإحساسها بنفسها هيجي في المركز الكام، وأنثى أذكى شوية تقول لنا مين المركز الأول. ويلا بينا 3 ثواني بس، أرحب بالجديد وأرحب بيكم ونبتدي في المركز ال 12. قلنا قبل كده أنثى برج الدلو، وأنثى برج الدلو ملهاش في حتة وجع الدماغ والبحث عن السيطرة دي. هي لا تحب حد يسيطر عليها ولا تسيطر على حد، بس ألف ب هي فلسفة أنثى برج الدلو، يعني من الأول للآخر لا تسيطر عليا ولا هشغل دماغي وأسيطر عليك، أنا أنثى مش فاضية لوجع الدماغ، وقلناها قبل كده. نعلى أكتر نوصل للمركز ال 11 هنلاقي القوسية نفس الفلسفة. على فكرة أنثى برج القوس دي فيها كتير من أنثى برج الدلو اللي يتعمق في صفات الشخصيتين، يعني تلاقي أنثى برج القوس نفس الكلام، يا عم لا عايز اسيطر عليك ولا عايز اسيطر عليك ولا انت تسيطر عليا كده، يعني اللي ما اقبلوش على نفسي ما اقبلوش على غيري. الدلوية كده والقوسية كده والحوتية مش كده اللي بتيجي في المركز العاشر. انثى برج الحوت ممكن يكون لها ميل للسيطرة بالشيء القليل، الشيء المسموح منه، يعني مش زي نساء القمة اللي هنتعرف عليها اللي عندها هوس بالسيطرة وحب للسيطرة. الحوتية تقول لك أسيطر كده على اللي يخصني، أسيطر بعض الشيء وليس كل الشيء، وده المختلف عن نساء القمة. هنعلى أكتر ونوصل أكتر، وكالعادة بقول يا ريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة تدعموها بلايك عشان توصل لأصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الإشعارات، نبقى ساعدناهم. كمان روابطنا الأخرى وقنواتنا الأخرى، قنواتنا الأخرى في أول تعليق وصف فيديو، وصف الفيديو يا ريت تشتركوا فيهم اللي بيسأل عنهم، ونستمر في الصعود بقى في الترتيب عشان ندخل في الجد أكتر أو في منطقة وسطى أكتر لما نوصل للمركز التاسع. توقعوا يلا بينا. الجوزاء موجودة في المركز التاسع، أنثى برج الجوزاء نفس الكلام مفيش اختلاف. أنثى برج الجوزاء في الأول محدش يسيطر عليك ابدا، هتحاول تسيطر عليا يبقى كل واحد مننا من طريق، ولكن في بعض الاحيان وفي بعض الاشياء تلاقي انثى برج الجوزاء تحب تسيطر، ولكن الجوزائيه تحب تسيطر على الحاجه اللي تخصها قوي قوي قوي، يعني حبيب بتموت فيه هكذا، مش على كل حاجه زي نساء القمه. نعلى اكتر نخش في الجد اكتر واكتر، ونلتقي بانثى اكتر حبا وبحثا عن السيطره، ونخش في الجد شوية أنثى برج الميزان. الميزانية برضو ما تحبش حد يسيطر عليها، ولكن مش زي الجوزائية. أنثى برج الميزان تسمح لك بالسيطرة في حدود المعقول، في مقابل ان هي ممكن تطلب طلبات مبالغ فيها قوي في الموضوع ده. يعني أنثى برج الميزان اللي بتيجي في المركز الثامن في حلقة النهاردة، وما أدراك إذا كان ده حال الأنثى اللي في المركز الثامن، فما أدراك بنساء القمة في حلقة النهاردة. أنثى برج الميزان تحب تسيطر على بعض الأشياء، وفي المقابل ممكن تمنحك جزء من السيطرة عليها، جزء من السيطرة عليها، ولكن ليس مطلق السيطرة إطلاقا، وده اللي بيختلف زي ما احنا قلنا عن نساء القمة. نعلى اكتر ونخش في الجد اكتر واكتر، وهنخش عند انثى ونصل لانثى من الاناث الباحثه عن السيطره ولكن رحمه مقارنه بنساء القمه، الا وهي انثى برج العذراء التراب. العذراويه ممكن تسمح لك بالسيطره عليها، وهنا بقى اول اختلاف. كل النساء اللي احنا اللي سبقوها دول لا يسمحوا ان انت تسيطر عليهم بالشكل الكبير. العذراوية ممكن تسمح لك ان انت تسيطر عليها، في المقابل هي كمان تسيطر عليك. العملية هات وخد. شفتوا بقى الاختلاف جاي عامل ازاي؟ عشان كده بتيجي معانا في المركز السابع. هنبدأ بقى نخش في النساء اللي هي في لب موضوع حلقتنا لما نلتقي بالسندريلا اللي في المركز السادس. أنثى برج السرطان حرفيا من الإناث الباحثة عن السيطرة، وممكن تخليك تسيطر عليها. تاني سندريلا أنثى برج السرطان المائي،
الأنثى دي تحب تسيطر على أي حاجة منها أو تخصها أو محسوبة عليها. حلو الكلام. في المقابل ممكن تسمح لك إذا اقتنعت بيك ووثقت فيك حطة تحت 1,000,000 خط إن أنت تسيطر عليها، تسيطر عليها سيطرة شبه كلية لو حبيتك أوي ممكن، ولو أنت صديقة ليها وحبيتك أوي ممكن السرطونة كده. ولكن السرطونة من الإناث اللي في شخصيتها حتة حب السيطرة والبحث عن أعلى منها، الأقوى من كل النساء في الموضوع ده، واللي تخاف منها أكتر هي الثورية، أنثى برج الدور. دي بقى مسيطرة من الدرجة الأولى، أنثى باحثة عن السيطرة من الدرجة الأولى. والثورية تقبل ممكن إن أنت تسيطر عليها، ولكن في المقابل هتسيطر على كل جزء في حياتك. هنا أول اختلاف ملموس بقى، إن أنثى برج الدور عايزة تسيطر على كل حاجة، مفيش تنتوفة كده تكون غايبة، عكس النساء اللي سبقتها تسيطر على الحاجات المهمة بس. أنثى برج الدور هسيطر على كل حاجة أعلى منها، رباعي القمة بقى، رباعي خط النار زي ما احنا بنقول، اللي بيتصدروا عرش النساء في حلقة النهاردة. من أول العقروبة وما أدراك، وما أدراك بأنثى برج العقرب في المواضيع اللي زي دي. أنثى برج العقرب لابد أن تقبض بيد من حديد على كل مقاليد الأمور. هترتبط أو أنت هتصاحبي أو أنت عندك بنت أو أخت أنثى برج العقرب، اسمع الكلام ده مهم أوي. العقروبة هتضرب بيد من حديد في موضوع السيطرة ده. أنثى برج العقرب لازم تسيطر على الظاهر والباطن، يعني الباين والمخفي. في أكتر من كده، سيطرة أنثى برج العقرب من الإناث المحبة بل المتلذذة بحب السيطرة. دلوقتي على موعد مع أفتك 3 نساء في الموضوع ده. حد يقدر يتوقع الصراع اللي باقي بين ال3 نساء ده؟ صراع صعب ان احنا نحسمه. اذا كان قدامك الحملاوية الفارسة العنيدة والمرأة الحديدية والبرنسس صاحبة الكاريزما الاكثر سطوعا، مين في ال3 نساء دول هيجلس على عرش النساء في حلقة النهاردة؟ الدايرة بدي اكتبولي، لان انا بقرا كل تعليقاتكم. وتاني رجاء بذكر الحلقة دي ممتعة، دوسوا لايك عشان ما نحرمش اصدقائنا منها اللي بيسألوا عنها واللي احيانا ممكن تفوت منهم. اذا احنا موعدنا في الدرجة الثالثة، في المرتبة الثالثة، واحدة من افتك واعتى واقوى واشد النساء في المواضيع اللي زي دي، الفارسة العنيدة انثى برج الحمل النارية في المركز الثالث. هنا انثى برج الحمل لازم تسيطر على كل حاجة أشد من العقروبة والثورية والسرطونة، ولا تسمح لك بالسيطرة عليها إلا في الشيء القليل والمحدود. هنا مشكلة أنثى برج الحمل بقى. عشان كده قلنا نساء القمة تحديدا، لو أنت رجل ضعيف الشخصية مش هتملى عينها أو لن تصلح، لأنها هتجدهم متمردات عليك بشكل كبير أوي، أو أنت هتتعب، هنقول يا عيني عليك يعني. أعلى منها البرنسس أنثى برج الأسد الناري اللي بتيجي في المركز الثاني، ضاغطة بقوة وبعنف وبشراسة، لأنها أشرس نساء الأبراج على المرأة الحديدية اللي في المركز الأول. أنثى برج الأسد زعلانة إن المرأة الحديدية واخدة منها المركز الأول. أنثى برج الأسد لازم تسيطر على كل حاجة، ويتهيأ لها بعد كده إن في حاجات لسه ما سيطرتش عليها وهتبحث عن السيطرة عنها. وفي المقابل مش هتسيطر أنت على أي حاجة. دي فلسفة أنثى برج الأسد. عجبك على كده، عجبك مش عجبك، أنا دايما قلت من أكتر النساء اللي تقولك سكة السلامة والقلب دعيلك. أنثى برج الأسد تسيطر على كل المقاليد، ما خفي منها وما بطن وما ظهر وما كل حاجة، وما صغر وما كبر وما كبر كل حاجة. تلاقي أنثى برج الأسد لازم تسيطر عليها، بس أنت تيجي تسيطر عليا مش مسموح بالكلام ده. ولذلك احنا قلنا هنا بقى أنثى برج الأسد من أكتر النساء اللي صعب إن رجل يقودها أو يسيطر عليها أو حتى يرتبط بيها. بينما بقى متصدرة نساء الأبراج، الأنثى اللي بتجلس على عرش كل النساء في حلقة النهاردة متصدرة التصنيف والترتيب، هي المرأة الحديدية أنثى برج الجدي الترى. أكتر أنثى ممكن تجدها
محبة للسيطرة وباحثة عنها ولا يهدأ لها بال إلا بالوصول لها. وإن كان صراحة الفرق بينها وبين أنثى برج الأسد ضئيل جدا، يكاد هما الاتنين يتنافسوا ويتشاركوا في المركز الأول. يعني لو احنا هنتكلم بالدقة قوي نقدر نقول أنثى برج الأسد وأنثى برج الجدي الاتنين في المركز الأول صراحة يعني. ولكن أنثى برج الجدي عشان عندها أشد من أنثى برج الأسد، عنيدة وعندها حب تملك أكتر من أنثى برج الأسد، وعندها الصبر صبر أكتر من أنثى برج الأسد، هزة كده يعني خلت الميزان هزة كده لصالحها، هزة حاجة لا تذكر يعني كده. أنثى برج الجدي الترابي في المركز الأول. يسعدني جدا إن أنتوا تكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، لأن بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم كمان من خلال عندنا لايف كل ليلة الساعة 9 على الانستجرام والساعة 10 على الفيسبوك بتوقيت مصر. قنواتنا التانية للفضفضة وللكرة الرابط دي في أول تعليق ووصف الفيديو. يا ريت تشرفونا بالانضمام ليها وتوسعوا القاعدة كده، عيلتنا تكبر كل يوم أكتر وأكتر. أنا بحبكم جدا، إن شاء الله موعدنا وهنلتقي بكرة.